مناصرين حماس العشاق في المدرجات، كرة للأمام، تدخل بن عياد الدول الجزائري الذي يراهن عليه كثيرا جمال بالماضي في التشكيل الرسمي للخضر. تتحول كرة من جديد لاتحاد طنجة. اتحاد طنجة فاضل يضع ثقة اليوم في لاعبين لم يتعودوا على اللعب في محور خط الدفاع. فوزي عبد المطلب الذي غاب عن مباريات كثيرة منذ انطلاق البطولة الوطنية يلعب في محور خط الدفاع مع أيوب الرحماوي، هذا الثنائي الذي ليس لا يلعب اليوم في المكان اللي متعود عليه في اتحاد طنجة. كرة من الطرف الايمن للاتحاد تعبر للامام، قنبلة بديع 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 من الطرف الايمن، بديع يلعبها بديع نعاسومبو، لكن التغطية من دفاع اتحاد طنجة، محاولة عكس الهجمة والتحول للامام، عنده المساحة للتقدم بوكسير للامام للاتحاد. الاتحاد الذي يبحث عن الحلول للوصول لمرمى الوداد في الدقيقة الأولى من هذه المباراة، لكن كان صعب عليه تجاوز اللاعب محمود القيسومي لاعب ضربة الزاوية لاتحاد طنجة. صعود مجموعة من اللاعبين طوال القامة، محمود القيسومي ومن سيتكفل بتنفيذ. قيسومي في تنفيذ ضربة زاوية قل لعبة مباشرة، كرة تلعب إلى الحارس رضا تكنوتي، تعود مجددا من قيسومي. القيسومي القيسومي من الطرف الأيمن، القيسومي راوغ، القيسومي يمر 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 يمر, يمر ويلعبها من الطرف الأيمن، ما زال الخطورة أيمن حسوني لبديع، بديع في منطقة الجزاء، وكان بالإمكان وأن يكون الهدف مرة أخرى. محمد نجام يندب حظه يقول كيف لي وأن وضيع كرة مثل هذه. كرة نجام الكرة لم تتجاوز خط المرمى، أن الإعادة لكرة ممتازة جدا الواحد أمام المرمى من نجام، مش عادته مش عادته مش تقاليده مش أعرافه، يسدد الكرة تتحول بعيدة شيئا ما. يندب حظه محمد نجام الذي استعاد تدى لنادي اتحاد طنجة. أيمن الحسوني 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 عنده المساحة لكي يتقدم للأمام، يلعب كرة العملود من الطرف الايمن في منطقة الجزاء نحو بولي جونيور، راي مرفوعة راي مرفوعة وهدف مرفوض للوداد في الدقيقة 16 من الجولة الأولى من هذه المباراة. لمسة وراي مرفوعة وهدف مرفوض لنادي الوداد الرياضي في الدقيقة 16 من هذه المباراة. الإعادة لكرة الوداد الرياضي، لعبات كرة من بولي جونيور، كان متسلل كان في وضع تسلل، بولي لم يكن أنانيا في هذا. بن عيادة بلمسة بلمسة لبديع، بديع يا بديع لمساتك يا بديع، كرة تسدد من رضا، رضا والكرة تمر 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 والفرصة تضيع للوداد. بديع وقبل علي في الكرة الماضية، بديع بديع هز راسه هز عينه، لعبها لرضا، لو ركز شوية لكانت الكرة في مرمى بدر الدين بن عاشور. تضيع فرصة أخرى للوداد في الجولة الأولى من هذه المباراة. رضا جعدي للامام، طنجاوي طنجاوي الطنجاوي، مر 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 مر، التدخل في الاولى وفي الثانيه، وحسين بن عياده في الثالثه، يبعد الخطر نحو بولي جونيور لرحماوي لاتحاد طنجه. اتحاد طنجه يمارس حظه هو الاخر للوصول للمرمى. الحارس احمد رضا التكنوتي، كان خطا من بولي جونيور. نصف ساعه مضت، الإعادة لكرة اتحاد طنجة كانت ممتازة، لكن غاب القرار السليم في تسديد الكرة من كيين. أول من جديد لنادي اتحاد طنجة، الضغط من يحيى جبران، مشت كرة من جاليس خريف، خريف يمر 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 يمر، والوضع كان صعب للوداد في الكرة الماضية. الاتحاد كان مقدور بإمكانه الوصول للمرمى عبر إسماعيل. إسماعيل شوف العمل الكبير، العمل الكبير والتمرير، جودة التمرير، واللمسة غابت والفرصة ضاعت والمباراة تتواصل هنا في طنجة العالية. نتيجة كما أمام حضراتكم لازالت 0-0 بين الاتحاد والوداد، لكن نتيجة قابلة لأن تتغير في لحظة إن كان متابعة انتصار ودادي أو تفوق طنجاوي. هذه كرة من جديد من بوكسير لاتحاد طنجة، عنده المساحة لتقدم من الأمام لخلق زيادة العددية. بوكسير بوكسير بلمسة للطرف الأيمن، المراوغة المراوغة الأولى والثانية والتاسعة للاتحاد والوداد،
بوكسير بوكسير يلعبها من الطرف الايمن، امكانيه طنجه قويه، امكانيه لطنجه لاهل طنجه للاعبي طنجه، لكن في النهايه الضغط من بولي جونيور، استلام الكره من بوكسير، بوكسير هذا اللاعب اللي تحس بي عنده قيمه مضافه كبيره في خط وسط اتحاد طنجه، تلعب كره كرة طنجاوية تسدد، ممتازة جدا ممتازة جدا للاتحاد. الاتي كان بامكانه انه يصل المرمى بتسديدة، كان بامكانه ان تضع اتحاد طنجة في توبة المرشح رقم واحد للفوز بهذه المباراة. الاعادة للتسديدة لم تذهب بعيدا عن مرمى الوداد الرياضي، واحمد رضا التكناوتي ان الاعادة ما مشاتش بعيدة لمرمى احمد رضا. كيف سيتعامل مع هذا المعطى؟ اتحاد طنجة نعم يحتكر اللاعب، يبحث عن الحلول، ممتازة جدا هذه التسديدة، واحد من الحلول المتاحة أمام اتحاد طنجة، التسديد من خارج منطقة الجزاء، تسديدة ممتازة جدا، تدخل لاعب اتحاد طنجة وبطاقة حاضرة من الحكم حمزة الفرق. إعادة للتدخل على ونجم والتسديدة من أخريف الذي سدد الكرة، لكن أحمد رضا التكناوتي يتدخل بشكل ممتاز بعد الخطورة. تغييرات قادمة في طريق لنادي اتحاد طنجة. اتحاد تنتظر الفرصة لتجاوز الجدار الدفاعي للوداد، لكن كرة تسدد بالعنوان بالعنوان بعيدا عن مرمى الحارس احمد رضا تكناوتي. كانت هناك زيادة عددية وكانت عنده امكانية التمرير مرة اخرى على الاطراف. مساحات تظهر